السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بالتلاميذ الأعزاء. إذا نتمم تمارين الرياضيات، النجاح في الرياضيات المستوى الخامس ابتدائي، الصفحة 40. إذا عندنا هنا تمرين رقم 5، أنشئ مثلثا ام ان او بحيث ام ان يساوي 7 سنتيمترات، والزاوية ام ان او يعني 30 درجة، و ان ام او 80 درجة. اذا اولا نقوم بانشاء يعني الضلع ام ان يعني 7 سنتيمتر. اذا نحدد 7 سنتيمتر، إذا لنا الضلع M N، ثم نقيس الزاوية O M N. إذا نضع لأن الزاوية O M N يعني 80 درجة. إذا نحسب 10 20 30 40 50 60 70 80. ثم نصل الخط، ثم نقيس الزاوية O N M. الزاوية O N M 30 درجة، 10 20 30. ثم نصل الخط، إذن الزاوية هنا O هنا N. إذن الزاوية O M N يعني 80 درجة، والزاوية O N M 30 درجة. إذن سؤال ب، أحدد قياس الزاوية M O N. إذا بما أن قياس زوايا المثلث هي 180 درجة، إذا 180 درجة، إذا نأخذ يعني تساوي أو 180 درجة ناقص بين قوسين 30 درجة زائد 80 درجة تساوي 180 درجة ناقص، إذا 30 زائد 80 110 درجة تساوي 180 ناقص 110 تساوي 70 درجة. إذن الزاوية M O N تساوي 70 درجة. أنشئ مثلثا A B C قائم الزاوية في A بحيث الزاوية B 45 درجة، و AB يساوي 4 سنتيمترات،
إذا نقوم أولا برسم أبي. إذا أبي 4 سنتيمترات. أربع سنتيمترات أبي. ثم نرسم الزاوية القائمة في بي. الزاوية قائمة في بي. ثم نرسم الزاوية القائمة في أ. إذن هنا زاوية قائمة. ثم نرسم الزاوية يعني بي بحيث قياسها 45 درجة. قياسها 45 درجة. إذن 10، 20، 30، 40، 45. ثم نربط يعني حتى يلتقي الضلعين. إذن هنا يعني النقطة سي. إذن الزاوية أ 90 درجة، والزاوية ب 45 درجة. بما أن قياس زوايا المثلث هو 180 درجة، إذن ننقص يعني ناقص 90 درجة زائد 45 درجة تساوي 180 درجة ناقص 135 درجة يساوي 45 درجة. إذن الزاوية سي 45 درجة. إذن بما أن الزاويتين يعني متساويتين، إذن هذا المثلث يعني متساوي الساقين. تمرين رقم 7، أنشئ الشكل جانبه إذا علمت أن دي و بي و إف نقاط مستقيمية. إذن ننشئ النقاط المستقيمة أو المستقيمية أولا. إذن عندنا هنا دي، إذن دي و بي يعني 3.8. إذن 3، 3.5، 6، 7، 8. النقطة بي. ثم نرسم النقطة اف. النقطة اف خمسة ونصف. علاش قلنا 5.5؟ لأن أسي يساوي بي إف، وبما أن أسي 5.5 سنتيمتر، إذن فبي إف 5.5 سنتيمتر. إذن هنا 5.5 سنتيمتر، هنا 3، 3.8 سنتيمتر. إذن عندنا هنا الدي. نرسم الزاوية او دي بي. بما ان المثلث او
ب يعني مثلث متساوي الساقين في الزاوية ب، يعني قائمة الزاوية، الزاوية قائمة في ب. إذن ف هنا يعني الزاوية 90 وهنا 45 درجة. إذا نرسم الزاوية دي فيها 45 درجة. ثم نرسم الزاوية ب قائمة، ثم نرسم الزاوية ABC 47 درجة. إذا الزاوية ABC 47 درجة. نحدد النقطة نضعها. سبعة وأربعون، إذا 45، 46، 47. ثم نرسمها. إذا الزاوية هنا 45 درجة، وهنا 45 درجة، وهنا 47 درجة. إذا نرسم الزاوية أو الضلع F، يعني الضلع F FC يعني قائم الزاوية. ثم نرسم الضلع سي أو الزاوية سي ارتفاع الضلعين. سي ثم نرسم الزاوية القائمة في السي التي تقطع يعني تقاطع. إذا نحصل على زاوية قائمة هنا يعني 90 درجة. إذن ف الزاوية يعني هنا يعني مثلث متساوي الساقين، وهنا الزاوية يعني 180 ناقص 90 زائد 47 يعني 43. إذن هذا هو الشكل اللي وصلنا ليه. نمر إلى التمرين الثامن. A و D و B نقط مستقيمية، احسب قياس زوايا C و D معللا جوابي. إذن خصنا نحسب C و D.
إذا أول حاجة غادي نحسبو سي دي او، سي دي او يعني هاد الزاوية. إذا بما أن سي دي بي يعني زاوية مستقيمية، يعني قياسها 180 درجة ناقص 137 تساوي 43. إذن يعني هنا غنديرو سي دي او يساوي، إذن سي دي او تساوي 47 درجة تساوي 43 درجة. إذا نحسب ثانيا، نحسب او او سي دي يعني هاد الزاوية او سي دي. إذا كما قلنا، بما أن الزاوية ا سي دي يعني زاوية مستقيمية يعني تساوي 180 درجة، إذا غنقصو منها هاد الزاوية 112 ناقص 112 تساوي 68 درجة. إذا الزاوية او سي دي تساوي 68 درجة. وبما أن زوايا المثلث تساوي 180 درجة، إذن إحنا عندنا هنا لدينا يعني عندنا مثلث أ سي دي يساوي يعني مجموع الزوايا ديالو كتساوي 180. إذن باش نعرفوا هاد الزاوية ديال أو، غادي نشدو 180 ناقص 68 درجة زائد 43 درجة تساوي 69 درجة. إذن الزاوية او سي دي تساوي 69 درجة. نمر للسؤال التاسع. جو ديسين ان تريونجل ايزوسيل ABC du sommet A tel que A 40 degrés et ABC et AB égale 5 cm. إذا عندنا يعني قال لك رسم مثلث متساوي الساقين ABC في الرأس ديالو هو A، A كتساوي الزاوية ديال A كتساوي 4. إذا مادام أنه متساوي الساقين يعني AB كيساوي لينا AC. إذا AC كتساوي تا هي 5 سنتيمتر. إذا حنا غنرسمو، غادي نرسمو AB AB يساوي 5 سنتيمترات. يعني هنايا A AB الرأس A يعني الزاوية A فيها 40 درجة. إذا غادي نرسمو الزاوية A 40 درجة هنا يعني 10 20 30 40، وغادي نصيلو هنا
بما أن بي يساوي 5 سنتيمتر و سي هو 5 سنتيمتر، إذا غادي نعبرو سي 5 سنتيمتر. إذا النقطة سي هي هذه، وغادي نصيلو النقاط ديال دي سي إذن السؤال دي كيلي لا ميزور دو شاكان دي زونجل A B C و B C A. إذن هنا عندنا هاد الزاوية 40 يعني درجة، وبما أنه يعني مثلث متساوي الساقين، إذن فالزاويتين هنا كيكونوا متساويتين. إذن 180 ناقص 40، 180 درجة ناقص 40 درجة يساوي 140 درجة، 140 درجة مقسومة على 2 يساوي 70 درجة. إذن الزاوية B يساوي 70 درجة، والزاوية C 70 درجة. إذن هادشي اللي كاين في الصفحة 40، إن شاء الله نتلاقاو في الصفحة القادمة بحول الله. فضلا وليس أمرا، ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا.